النسور الخضراء للرجاء ضغطت منذ الوهلة الأولى بحثاً عن هدف مبكر وصمود نظرائها من الأهلي. في الثلث الأخير من الملعب كان عنوان السطور الأولى للحوار بعد تسديدة الجزائري بوزو التي وجدت العملاق الشناوي حارس الأهلي. وتواصل البحث عن الهدف من الرجاء وراسية مخادعة من مروان عطية لاعب الأهلي كادت أن تقتل حلم الأهلي. الضغط استمر وأنتج معه ركلة جزاء حدد معالمها حكام الفار. في التنفيذ يسري بوزو ولكن العارضة تعاند الرجاء وتعلن ولاءها للأهلي. حسين الشحات كان العين الثاقبة فالوصول لمرمي أنس الزونيتي وسدد كرة جانبت العارضة بقليل. جماهير الرجاء تواصل التشجيع ورأينا سيدة المدرجات الخضراء التي ربطت ماضي الرجاء بحاضره وهي من كانت شاهدة على عصر هشام أبو شروان والتي كانت يسره تحرز مثل هذه الكرات. الأهلي وجد المساحات وراد السيطرة لكن دون جدوى. تغييرات للرجاء قوبلت بتغييرات للأهلي. الرجاء وصل بحثه عن الهدف المفقود ولكن الأهلي كان له رأي مضاد. دخول زكريا الهبطي لم يكن بالقيمة المطلوبة بعد تسديدة قوية للكرة بعيدة عن المرمى وتسكن المدرجات. ومن الأهلي محمد هاني أدى مباراة ممتازة وصنع هجمة مضادة كادت أن تسكن الشباك لولا براعة أمس الزينتي حارس الرجاء المغربي. الجماهير الأهلاوية على قلتها أعلنت فرحتها في قلب الدار البيضاء لعبور فريقها إلى المربع الذهبي للكأس السمراري. لكن الرجاء فبات ليلة حزينة على ما حدث. لكي يصلكم المزيد وتشجيعا لنا لنستمر الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.